السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير لكم جولة في ديور السكن الاقتصادي ديال بيتي سكن اللي كاينين جهة لازون اندوستريال ديال البرنوسي. بقاو معايا باش نوريكم واحد النموذج ديال الشقة النموذجية من الشطر الثاني. كما كتشوفوا هنايا كاين واحد جريدة ولا ميني فو، هذا ميني فوت فاش يلعبوا الدراري. دونك هادو هما الديور تقريبا واجدين. هادي هي الدار، دونك راه باقي ما كملوهاش. هذا الصالون كما كتشوفوا، صالون كبير. دونك كاينين جوج بيوت وصالون وحمام، حمام كبير وكوزينه. هنا راه باقي ما سالوش الاشغال. هذا الشطر الثاني ماشي الشطر الاول. الشطر الاول كنظن بان عطاهم الساروت. هادي لا كويزين اللي ضروري خاصك دير فيها شويه ديال الاصلاحات. وهذا البيت الثاني، لكن هذا البيت الثاني كما كتشاهدوا، وكاين بالكون، بالكون كبير اللي تقدر تستافد منه دير فيه شي حوايج. وهذا البيت الثاني. دونك كما كتشوفوا عندكم جوج بيوت وصالون وكوزينه وحمام. الاشغال قربت سالي. دونك هذا الشطر الثاني وكاين الشطر الثالث. اللي عجبو الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي عنده شي تساؤل يخلي لي ان كومونتير باش نجاوبو عليه. وبيان سور ما تنساوش تخليو دي كومونتير اللي عنده اي سؤال. وشكرا، السلام عليكم.